بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة تعلم معنا بريتشيدينسا. معنا النهاردة التقاطع الوزاري رقم 650 من المجموعة السبعة. نشوف مع بعضنا التقاطع اللي معنا النهاردة وإزاي هنقدر نعدي العربيات فيه، وكمان هنحل كل الأسئلة اللي ممكن تجيلك على هذا التقاطع. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم معانا في التقاطع أربع عربيات. عندي هنا أول حاجة الفول بوس، العربية الزرقاء اللي هي ماشية على أسلاك كهربائية، وفي عندي الأوتو كار العربية الحمراء اللي هي الزد، وفي عندي كمان العربية الصفراء ال، وفي البيضة الاي. ازاي هنقدر نتعامل مع هذه العربيات ونقدر نعديهم على حسب أسبقية التقاطع، او من له حق الأسبقية في المرور في هذا التقاطع. زي ما تعودنا مع بعضنا لابد ان احنا ندور على العربية اللي يمينها فاضي، لان دايما العربية اللي يمينها فاضي هي اللي تكون لها الأولوية، وكمان لابد ان هي كل العربيات تعطيها او تسمح لها بالمرور اولا. ندور مع بعضنا كده ونشوف مين اللي يمينه فاضي. طيب نمسك عربية عربية. العربية مثلا لو نفترض هنبدأ بالعربية البيضاء الاي، ادور كده اشوف البيضة، البيضة هي ماشية دريتو، تمام كده داخلة هنا الاتجاه ده. لكن هنا خد بالك ان العربية البيضاء الاي اللي هيوقفها العربية الصفراء ال، اهي لان ال هنا داخلة معاها في نفس الاتجاه، بس ال هنا على اليمين، يعني هي اللي داخلة يمين. لو جينا نمشي السهمين دول مع بعضهم التقى ان العربية الاي شمال وال يمين، يبقى العربية ال هي اللي هتعدي قبل الاي، تمام كده. يبقى الاي واقفة بحكم تواجد العربية الصفراء ال، ده نمرة واحد. يبقى الاي مش هنحرك. لو جينا نبص للان، العربيه الان الاوتو كار، هنلتقى برضو ان العربيه الحمراء ده هي طلع هي الدريتو برضو، ولكن يمينها مشغول بالعربيه اي البيضة، يبقى الحمراء هتقف هي رخمه. ندخل على الفول بوس اللي هي ماشيه بالاسلاك الكهربائيه، العربيه الزرقاء، بص كده شوف هي رايحه فين اهي، تمام. هنا بص لو هي داخله في هذا المنطقه او في هذه الكروسيه هنلتقاها ان اليمين بتاعها هيبقى العربيه الحمراء الان، يبقى الفول بوس برضه هيقف مش هيتحرك بحكم تواجد العربيه الحمراء. الحمراء والزرقاء الاثنين داخلين مع بعضهم في نفس الاتجاه، لكن الحمراء هي اللي على اليمين والزرقاء على الشمال، يبقى الزرقاء هتقف بحكم تواجد العربيه الحمراء الان. طبعا محدش يقول لي ان الفول بوس بيمشي على اسلاك كهربائيه يبقى هيعدي اول واحد، اقول له فالصو، لان هنا الترام بس هو اللي له الاولويه اللي بيمشي على قضبان حديديه، انما ده ما بيمشيش على قضبان حديديه، الترام فقط الاخضر هو اللي له الاولويه عن كل العربيات. يبقى الفول بوس هيقف، اصبح ما عنديش حاجه الا العربيه الصفراء ال هي اللي يمينها فاضي اهي. لو دخلناها هنا مفيش حد هيعترضها ولا هيعيق حركتها، يبقى ال اول عربه هتمر في التقاطع، تمام. عدينا ال الصفراء، يبقى على طول ال اي اللي هي كانت واقفه منتظراها هتعدي هي رخرة وراها، يبقى ال اي بعد ما ال اي عدت اصبح يمين العربيه الحمراء ال ان فضى، فهتعدي العربيه الحمراء، وبعد كده يعدي الفول بوس العربيه الار الزرقاء، اخر عربه هتمر في التقاطع. وادي شكل توضيحي بيعرف لك يمين كل عربية بالظبط علشان تقدر تعرف اليمين بتاعها فانا حتة بالظبط. العربية ايه هي البيضة، ادا يمينها المنطقة ديت، المنطقة ديت طبعا واقفة فيها الصفرة اهي، تمام. نشوف هنا العربية ان العربية الحمراء الاوتو كاري، ادي يمينها هنا المنطقة ديت، المنطقة ديت واقفة فيها العربية البيضة الايه، واخر عربية عندي بعد كده العربية اللي هي الزرقاء الار اهيت، يمينها فين؟ يمينها مشغول هنا، وهنا موجود فين يا جماعة؟ موجود العربية الصفراء ال، يبقى هنا ال هي هتعدي اول عربية لان يمينها
فاضي. ده شكل توضيحي بيعرف لك أين هي عربية يمينها خالي. ندخل بقى مع بعضنا ونشوف أسئلتنا النهاردة وإزاي هنقدر نتعامل معها. أول سؤال: سكوندو لنورم دي بريتشدينسن الانكروتشو ريبريزنتاتا انفيجورا الفيكولو إن دي في التندري الترانزيتو ديل فيكولي إي. هنا طبعا لابد انك تاخد بالك قوي من الشكل اللي هو جايبه لك علشان نقدر نحله بناء على الرسمه اللي موجوده عندي. سكوند لا نورم دي بريسيدنسا حسب قواعد الاسبقيه في التقاطع يجب ان تنتظر العربه ان العربيه ان هي يا جماعه ابص العربيه ان العربيه الحمراء تنتظر مرور العربيه اي البيضاء. طبعا الاجابه هتبقى فيرو. ليه؟ لان الحمراء مش هتعدي الا بعد ما تمر العربيه البيضاء الايه. يبقى معنى ذلك ان العربيه الحمراء الاوتوكاري دي في التندر ترانزيتو الفيكولو ايه، يبقى هقول له فيرو. واضحه كده يا شباب؟ ندخل على السؤال الثاني. سكوند لنورم دي بريتشدينسا الانكروتش ريبريزنتاتا انفيجورا الفيكولو اي. الفيكولو اي هو العربيه البيضاء، ماله؟ دي في التندر الترانزيتو ديل فيكولو ال، العربيه البيضاء يجب عليها حسب قواعد الاسبقيه في التقاطع الممثل يجب ان تنتظر العربه اي مرور العربه ال. العربيه اي هتستنى لغايه لما ال صفرة تعدي، وده طبعا فيرو لان هنا ال هتعدي وبعد كده تدخل بعدها العربيه البيضاء الاي، وده طبعا فيرو. سكوند لا نورم دي بريتشدينسا للانكروتش ريبريزنتاتا انفيجورا الفيكولي ار دي في التندر الترانزيتو ديل فيكولو اي والفيكولو ان. حسب قواعد الاسبقيه في التقاطع يجب ان تنتظر العربه R. العربية R ايه بقى؟ العربية R اللي هو الفول بوس. ينتظر ايه؟ ينتظر مرور العربيتين الاثنين العربية E، العربية ينتظر مرور العربيتين E البيضة والN اللي هي الصفرة، وده طبعا فيرو لان الفول بوس مش هيتحرك الا بعد مرور العربية L والعربية E وكمان العربية N. يبقى هنا الفيكولو R الفول بوس دي في التندر ترانزيتو الفيكولو E العربية البيضة والفيكولو N العربية الحمراء، هيمر بعد مرور البيضة والحمراء، وده طبعا فيرو لان على اعتبار ان الفول بوس هو اخر عربة هتمر في التقاطع يبقى هيعدي بعد مرور العربيتين الاثنين الاي والان. ندخل بعد كده السؤال الرابع. سكوند لا نورم دي بريتشدينسا الانكروتش ريبريزنتاتا انفيجورا الفيكولو ترانزيتو نيل سيجويند اوردن ال اي ان ار. حسب قواعد الاسبقيه في التقاطع تمر العربات بالترتيب التالي: ال صفراء، اي البيضاء، ان الحمراء، ار الزرقاء. فيرو. حصل خلاف او حصل تبديل في هذه الحروف يبقى على طول هقول فالص، لازم يكون الترتيب بهذا الشكل، بدل واحده مكان الاخرى تبقى فالص. عند بعد كده السؤال الخامس. نيلينكروتشو ريبريزنتاتا انفيجورا عند التقاطع الممثل نيلفيجورا الكونديشنت ديل فيكولو اي يجب على سائق العربه اي دي في دار لابريجنسا الفيكولو ال ان يعطي الاسبقيه للعربه ال. طبعا الاجابه هتبقى فيرو. هنا السواق اللي هو الكونديشنت ديل فيكولو اي العربيه البيضاء نعمل ايه؟ دي في دار لابريتشدينسا الفيكولو اللي هيدي الاولويه للعربيه اللي يعني هينتظر مرور سواق بتاع العربيه الصفراء، وده طبعا فيرو. بعد كده عندي للانكروتش ريبريزنتاتا الفيجورا الكونديشنت ديل فيكولو اي، الفيكولو اي دايما نشوفه اللي هو ايه؟ الاي العربيه البيضاء دي في دار لابريتشدينسا الفيكولو بروفينت دي ديل سو ديسترا. هنا بيقول لي في الشكل ده عند التقاطع الممثل يجب ان يعطي سائق العربه اي العربيه اي البيضاء الاسبقيه للعربيات اللي هي جايه من ناحيه اليمين او من على ايده اليمين، وده طبعا فيرو. العربيه اللي جايه من على ايده اليمين اللي هي العربيه الصفراء يبقى فيرو. يبقى يجب ان يعطي كل سائق الاولويه للعربه التي على يمينه، ده فيرو.
نيلنكروتشو ريبريزنتاتا نيفيجورا الكونديتشنت ديل فيكولو اي، الفيكولو اي العربيه البيضة نون عنه لوبليجو دي داري لابريتشيدنسا الفولبوس. هنا برضو بيقول لي في السؤال ده عند التقاطع الممثل لا يجب على سائق العربه اي العربيه البيضة ان هو يعطي الاسبقيه للحافله الكهربائيه اللي هي الفولبوس ار. طبعا الاجابه فيرو، الاي مش هيدي الاسبقيه للعربيه الزرقاء، ولا حتى الان هتدي الاسبقيه للعربيه الزرقاء، ولا حتى ال، لان هنا الفول بوس هو اخر عربه، يعني مفروض ان هو يعطي الاسبقيه للكل وبقيه العربيات مش مطلوب منها ان هي تعطي له الاولويه. فيرو. نيلنكروتشو ريبريزنتاتا نيلفيجورا الكونديتشنت ديل فيكولو اي، اي الفيكولو اي اللي هو العربيه طبعا البيضه، باصا بريما ديلن باصا بريما ديل اوتوكاري، العربيه اي هتعدي قبل الاوتوكاري اللي هي الان. خد بالك هنا بقى، الفيكولو اي باصا بريما ديل اوتوكاري ان دوبو الترانزيتو ديل فيكولو ال، يبقى الاي هتعدي هنا في التقاطع قبل العربيه ان وبعد العربيه ال، وده طبعا هيبقى ايه؟ فيرو، لان هنا الان هتستنى الاول لما ال الصفرة تعدي وبعد كده هتعدي هي، يعني معنى ذلك ان الاي باصا بريما دي الفيكولو ان هتعدي قبل الان ولكن هتستنى او هتعدي دوبو الفيكولو ال، هتعدي بعد الصفر، يبقى هتعدي بريما دي الان ودوبو ال ال، قبل الان وبعد ال ال، ده طبعا فيرو. سكوند لنورم دي بريتشيدنسا للانكروتشو ريبريزنتاتا، يبقى هنا حسب قواعد الأسبقية في التقاطع الممثل الفيكولو ترانزيتو نيل سيجويند اوردينه ار، طبعا هنا بدأ بالفول بوس، اوعى تقول لي فيرو لان تقول لي الفول بوس بيمشي على اسلاك يبقى له الاولويه، هو عايز يلخبطك هتقول له فالسو، طالما بدل العربيه الاولى على طول تقول له فالسو. اول عربيه هي ال الصفراء، الاي البيضه، الN الحمراء، الR الزرقاء، يبقى هو بدأ لك بآخر عربية جابها لك في الأول، يبقى على طول تقول له فالسو، أول ما التبديل اتغير تبقى فالسو على طول. سكوند لا نورم دي بريتشيدنسا لنكروتشو ريبريزنتاتا إن فيجورا، الفيكولو R، الفيكولو R اللي هو الفول بوس، أنو لا بريتشيدنسا سول ألترو فيكولو، هنا بيقول لي بحسب قواعد الأسبقية يتوفر العربة فول بوس أو الفول بوس العربية الكهربائية على الأسبقية بالمقارنة بالعربيات الأخرى، طبعا الإجابة هتبقى فالسو لأن الفول بوس أصلا هيعدي آخر عربية أو باصة بير لوتمو، يبقى فالسو. بعد كده عندنا الانكروتش ريبريزنتاتا نيلفيجورا الكونديتشنت ديل فيكولو اي انو لا بريتشيدنسا، اي اللي هي العربيه البيضاء، انو لا بريتشيدنسا سول فيكولو بروفينت دي ديسترا ودي سينسترا، يعني هنا بيقول لي حسب قواعد الاسبقيه في التقاطعات العربيه اي اللي هي العربيه البيضاء لها الاسبقيه عن العربيات اللي جايه من اليمين ومن اليسار، الاجابه هتبقى فالس لان العربيه اي لها الاسبقيه فقط عن العربية اللي جاية من على يسارها، إنما اليمين لأ، لأن الإي هتدي الأسبقية للإل وهتعدي قبل الإن، يعني ملهاش إلا الأسبقية عن العربية اللي جاية من شمالها مش من اليمين والشمال، من الشمال بس يبقى هي تعدي قبلها لأنها هي على اليمين، يبقى الإجابة هتبقى فالصة. سكوند لا نورم دي بريتشيدنسا لنكروتش ريبريزنتاتا ان فيجورا الفيكولو اي، الفيكولو اي العربيه البيضاء دي في اتندر ترانزيتو الفيكولو ان والفيكولو ار، هنا بيقول لي حسب قواعد الاسبقيه في التقاطع الممثل الفيكولو اي العربيه اللي هي ايه؟ العربيه البيضاء، الفيكولو اي يجب ان ينتظر مرور العربيتين اللي هي ال N و ال R، دي في اتندر ترانزيتو الفيكولو N والفيكولو R، طبعا الاجابه هتبقى فالسو لان ال N هيعدي قبل الاثنين، يعني الاثنين دولت ال N وال R هم اللي هينتظروه ومش العكس، ال E مش هينتظر حد من الاثنين دولت، هينتظر بس ال L، يبقى فالسو. عندي بعد كده ان الانكروتش ريبريزنتاتا ان الفيجورا الكونديتشنت ديل فيكولو اي، الفيكولو اي العربيه البيضاء دي في دار لابريتشيدنسا الاوتوكار العربيه الحمراء، باركيه
باركيه برسيجويري دريتو. يبقى بقول هنا حسب قواعد الاسبقيه في التقاطعات العربه ايه او سواق العربيه ايه هيدي الاولويه للاوتوكار. ليه؟ لانها طالعه دريتو. طبعا الاجابه هتبقى فالصه، مش هيدي لها الاولويه، لان هنا العربيه الحمراء الاوتوكار على شماله، يعني العربيه ايه هي اللي لها الاولويه عن العربيه الحمراء الاوتوكار ان، يبقى فالصه. سكوند لا نورم دي بريشيدنس اند الانكروتش ريبريزنتاتا ان فيجورا الفيكولو اي العربيه البيضه دي في اتندر الترانزيتو ديل فيكولو ار. العربيه البيضه ديت الاي هتنتظر مرور الفول بوس العربيه ار. طبعا الاجابه هتبقى برضه فالصه، لان الاي هتعدي قلت قبل الان وقبل الار وبعد ال، يبقى فالصه. سؤال بعد كده ان الانكروتش ريبريزنتاتا ان الفيجورا الكونتشنت ديل فيكولو اي العربيه البيضه باصه بير لوتومو اخر عربه هتمر في التقاطع. العربيه ايه؟ طبعا الاجابه هتبقى فالسو، لان هنا اخر عربه هتمر في التقاطع باصه بير بريمو، عفوا باصه بير بريمو، يعني اول عربه هتمر في التقاطع هي العربه ايه؟ الاجابه فالسو. العربيه اللي هتمر الاولى اللي هي العربيه الصفراء ال، يبقى فالسو. بعد كده عندي سؤال سكوند لا نورم دي بيرشيدنس ان الانكروتش ريبريزنتاتا ان فيجورا الفيكولو اي العربيه البيضه دي في اتندر الترانزيتو ديل فيكولو ان. العربيه ايه يجب ان تنتظر مرور العربيه ان الحمراء؟ الاجابه هتبقى فالصه، لان ال اي هتعدي بريما ديل فيكولو ان دوبو ديل فيكولو ال، يبقى فالصه. بعد كده عندي سكوند لا نورم دي بريشيدنس ان الانكروتش ريبريزنتاتا ان فيجورا الفيكولو ال، الفيكولو ال العربيه الصفراء دي في اتندر ترانزيتو ديل فيكولو ار. العربيه الصفراء هتنتظر مرور الفول بوس العربيه الزرقاء. طبعا الاجابه هتبقى فالص، لان الصفراء هي اول عربه هتمر في التقاطع والزرقاء اللي هي الفول بوس اخر عربه هتمر في التقاطع، يبقى فالص. اخر سؤال معانا نيلنكروتش ريبريزنتاتا نيلفيجورا الكونديتشينت ديل فيكولو اي. الفيكولو اي هو يا جماعه العربيه البيضه باصه دوبو الفول بوس ما بريما ديل فيكولو ان. الاي هتعدي بعد الفول بوس وقبل الان. طبعا الاجابه هتبقى فالص، لان الاي هتعدي بريما ديل فيكولو ان وبريما ديل فيكولو ار ودوبو الفيكولو ال، يبقى فالص. كده يبقى احنا خلصنا الاسئله اللي معانا. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم في درس جديد من دروس سلسله تعلم معنى بريتشيدنسا. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.